هروب الجنرالي من السجن أصبحت من أشهر وأنجح محاولات الهروب في العالم. تحطمت أسطورة السجن الأكثر تحصيناً بملعقة من حديد. معلم اليوغا يهرب باستعمال مرهم جلدي. استطاعوا فتح أبواب السجن بصنع مفتاح سحري. أقوى 5 محاولات هروب من السجن، خلفها سجناء من أذكى السجناء في العالم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم دز وهرجة جديدة. طبعا كالعادة اللي مشترك في القناة اشتركوا في عجلة التنبيهات واديني لايك واكتب لي تحت كومنت شجعني اكمل تجانس قردز. والله لب قلوبكم، شكرا على دعمكم الرهيب والقوي في المقطع اللي راح يا اخي. والله شكرا صراحة اقل ما اقدر انا اسويه اني اطلع في كل مقطع كده في المقدمة واقول لكم شكرا، فشكرا من كل قلبي. الشيء الثاني، اليوم بتكلم عن موضوع جديد اول مرة اتكلم عنه، فاذا عجبكم الموضوع ابغى نوصل هذا المقطع اكثر من 60-50، خليها 50، اكثر من 50,000 لايك عشان نشوف لو عجبكم الموضوع نتكلم عنه واجيب لكم هروج حلو. ما طول عليكم في المقدمة، إذا عجبكم نوصل أكثر من 50,000 لايك، كلام ذا بيني وبينكم ها، لا يطلع برانا. بسم الله نبدأ الهرج. يعتبر السجن يا تاج راسي أسوأ شيء ممكن يصير في حياة أي شخص، المجرمين بالذات، لأنه بمجرد ما تدخله تنسى حريتك اللي أنت متعود عليها تماما، ويصير مستحيل أنك تخرج منه إلا بعد ما تنتهي مدة حكمك. عشان كذا أول شيء بيخطر على بال أي سجين إنه يخطط في أي طريقة يقدر يهرب فيها، وأحيانا بياخذ معهم التفكير والترتيب مدة طويلة، بيظبطوا له تظبيط صح، لأنه لما الواحد يكون مسجون بيحتاج إنه يفكر في خطة ما فيها غلطة، لأنه غلطة بفورة، غلطة الشاطر هنا بألف، غلطة ممكن تموتك. عندك سجن، عندك حراسة أبواب، حراسة أبراج، حراسة أسوار، بوابات، مساجين عندك ممكن يبلغوا عليه، يعني هروج ما الله بي عليم والعياذ بالله منها كلها، لأنه في الأخير كمان ممكن تنجح الخطة وما حد يكتشفهم فعلا، أو تفشل الخطة ويتمسكوا من أول لحظة. لكن بالرغم من هذا كله بيحاولوا أنهم يكملوا. وكثير سمعنا عن محاولات الهروب من السجن اللي حصلت في العالم كله، منها اللي فشلت مع أنه كانت خطط عبقرية جدا وأغلبها نجحت بسهولة كبيرة. واليوم بتكلم عن أقوى محاولات هروب من السجن صارت وبطريقة ذكية جدا جدا جدا. كثير منكم سمع أو شاف الفيلم المعروف جدا Escape from Alcatraz. في الحقيقة هو مو بس مجرد فيلم، لكن فعلا أنا عمل على قصة حقيقية من أرض الواقع. يا أخي مهما 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 سويت، تخيلت أنك تكتب فيلم ما حتقدر تسوي زي ما الإنسان اللي عاش في الموضوع أو عاش في النقطة أو الهرجة دي هو اللي عاشها، فأنت تيجي تكتب عنه. أغلب القصص اللي بتصير في الأفلام منقولة من حقيقة أصلا. فهذا الفيلم أنا عمل عن قصة حقيقية للسجن الفيدرالي الأمريكي الكاتراز، اللي معروف إنه من أكثر السجون المحصنة في العالم والمشددة بالحراسة 24 ساعة في 24 ساعة. برضو نعرف بسجن المشاهير، واللي انسجن فيه رجل العصابات الكابوني سنة 1934 وجلس فيه لمدة 5 سنوات، وأنا تكلمت لكم عن الكابوني بحط لكم الرابط تحت. غير كذا حتى المكان اللي موجود فيه هذا السجن مختلف عن أي سجن ثاني، لأنه موجود فوق صخرة مرتفعة جدا على جزيرة في وسط البحر في خليج سان فرانسيسكو، وطبعا مو سهل أي واحد يقدر يهرب منه، لأنه ما في أي شيء حوالين هذه الجزيرة غير السجن. يعني حتى لو فكرت إنك تحفر نفق هتلاقي فوجهك البحر. والمدة 3 عقود كان سجن الكاتراز معروف إنه أكثر سجن مخيف موجود في أمريكا، إنه كان بيرسلوا عليه أخطر أنواع الأشخاص ورجال عصابات المجرمين، وأغلبهم كانوا بينقلوهم بعد فترة على سجون ثاني. يعني فترة تعيشها في الكاتراز وبعد كده ينقلوكم لسجن، بعد كده ينقلوهم لسجن ثاني. حصنتكم بالله. في نفس الوقت كان مجرد التفكير إنك تهرب من هذا السجن مستحيل، إنه كانوا حاطين فيه أكثر من 90 حارس مسلح موزعينهم على كل السجن، وغير كده حاطين 6 أبراج بتراقب الجزيرة والخليج على 24 ساعة زي ما قلت لكم في 24 ساعة. مراقبة دورية للنهار. لكن بالرغم من هذا كله أكثر من سجين حاولوا أنهم يهرب من هذا السجن. وصلت محاولات الهروب من هذا السجن 14 محاولة هروب، وكانت مكونة من 34 سجين، لكن ما في أي واحد فيهم قدر أن ينجح ويهرب. في محاولات الهروب هذه قدروا يقبضوا على نصهم، والأغلبية منهم ماتوا هم بيحاولوا أنهم يهربوا. لكن برضو ما وقفوا محاولاتهم هنا، رجعوا مجموعة ثانية في 11 يونيو سنة 1962 وقدروا يهربوا بطريقة عبقرية جدا، لدرجة أنه ما في أي واحد قدر يلاقيهم أو يعرف حتى مكانهم. هم 4 مساجين اتفقوا أنهم يخططوا ويهربوا مع بعض، واللي كان قائدهم سجين اسمه فرانك موريس، ومعاه أخوان 2 جون وكلارني إنجل، والرابع كان إيلين ويست، لكن ما قدر يهرب معاهم مع أنه كان هو المساعد الكبير لهم في خطة الهروب. كان محكوم عليه بسجن 10 سنوات بتهمة سرقة بنك. طول الشهور يجلسوها في بداية فترة سجنهم كانوا يستخدموا ملاحق الحديد عشان يحفروا فيها الزنزانة حقتهم ويعملوا فتحة عشان يهربوا
منه. وفعلا قدروا يعملوا حفرة صغيرة في الجدار، خرجوا منها على فتحات التهوية لما وصل أنابيب الصرف، ومنها طلعوا على سطوح المبنى، ونزلوا من فتحات التهوية اللي فوق لساحة السجن، وبعدها عدوا على سور السجن. لكن قبل ما يخرجوا كانوا مجهزين لهم قارب صغير. تخيل انه هذا القارب صنعوه بنفسهم من اكثر من 50 جاكيت من الجاكيتات الواقية للمطر، كانت تتوزع على السجناء دائما في السجن، استخدموها عشان يبحروا فيها ويهربوا من هذا السجن ومن هذه الجزيرة، وعشان ما في اي احد ينتبه انهم ما هم موجودين ويكشفهم بسرعة عبل هم يهربوا ويفكوا ويبحروا هرجة طويلة، فيبغوا حاجة ما تخليهم ينكشفوا بسرعة. قاموا صنعوا كمان رؤوس بشرية مزيفة وحطوها على سرايرهم في زنزانتهم عشان ما احد ينتبه انه زنزانتهم فاضية ويخدعوا فيها الحراس. المشكلة انه مع كل عدد الحراس هذا والمراقبين اللي موجودين حوالين السجن ما في ولا واحد لاحظ هروبهم من السجن. إلين الصباح في اليوم الثاني بدأوا هنا يبحثوا عنهم في كل مكان لكن بدون أي فائدة. إذا فات الفوت ما ينفع الصوت. ذكر المسؤولين انه ما في أي سجين قد يهرب من هذا السجن وجلس عايش، تمام؟ وعشان ما تتشوه صورتهم نشروا الـ FBI إنه هم هذول الأربعة اللي هربوا من هذا السجن المحصن، وإحنا هذا سجن الأول والمدري إيش والسجن الحصين. غرقوا في البحر مساكين، هربوا من السجن أربعة وغرقوا في البحر عشان بس ما يشوهوا صورة السجن ويبقى زي ما هو ثابت إنه هو السجن الأول في أمريكا. طيب يا حلو أنت يا فين جثثهم؟ يقول لك والله غرقت جثثهم وما لقيناها. وكثير ذكروا إن هذول الأربعة هربوا على برازيل، وبعد فترة 1963 نقلوا كل السجناء على سجون ثانية وحولوا هذا السجن لمعلم سياحي للسياح. ليه؟ أنه خلاص اهتزت صورته، هربوا منه أربعة بدون ما حد يدري واكتشفوهم في اليوم الثاني، ولما اكتشفوهم في اليوم الثاني ما لقوهم. الأربعة هذول صاروا فص ملح ذاب، بعدها حولوا السجن لمعلم سياحي زي ما قلت لكم. المحاولة الثانية تعتبر لشخصية من أغرب الشخصيات، ومحاولة هروب من أغرب محاولات الهروب اللي حصلت إلينا اليوم. واحد اسمه شوي جابوك، ما أدري إذا كان الاسم صح ولا لا، لكن هذا واحد من كوريا الجنوبية، كان معلم وخبير في اليوغا، عنده لياقة بدنية عالية جدا. قبضوا عليه لأنه كان مشتبه في سرقة. في يوم من الأيام طلب من الحراس في السجن إنه يجيب له مرهم جلدي، لكن من نوع خاص، نوع معين يعني. بعدها بكم يوم حطه على كل جسمه وهرب في نص الليل من فتحة الأكلة الصغيرة اللي موجودة تحت آخر الباب في الزنزانة، مع أن هذا السجين طوله يوصل لمتر واثنين وستين سنتي، والفتحة هذه اللي بيدخلوا منها الأكل طولها أو عرضها 14 سنتي. أنت كيف بتخرج بطولك وعرضك ذا كله من فتحة 14 سنتي؟ ترى مرة صغيرة، يدو تكفي صحن يدخل صحن يخرج. لكن قدر هذا السجين أنه يهرب في مدة ما تعدت 34 ثانية، وهذا يعتبر أسرع وأسهل هروب حصل في العالم كله، وأغرب مكان هرب منه أصلاً. وعلى عينك يا تاجر، من باب الزنزان، ما بحفر ولا من تحت الحمام ولا من تحت السرير، لا من باب الزنزانة بهربا. لكن في النهاية تعبوا كله راح على الفاضي، ورجعوا قبضوا عليه بعد 6 أيام وحطوه في زنزانة فيها فتحة أصغر عشان ما يهرب. يعني إذا كانت أول 14 دحين حطوا له 3 سنتي، وريني كيف تهرب، حتقلب صرصور. نجي للشخصية الثالثة اللي هو باسكال، كان مجرم فرنسي قبضوا عليه بتهمة جريمة قتل وعملية سرقة مسلحة، حكموا عليه بالسجن لمدة 30 سنة. لكن باسكال ما كان ناوي إنه يقضي حياته هذه كلها والفترة هذه كلها في السجن. أنتوا مجانين؟ أنا باسكال أقضي 30 سنة في السجن أوريكم. فحاول إنه يهرب أكثر من مرة لكن بنفس الطريقة. الغريب في الموضوع إنه كل مرة بيحاول إنه يهرب بينجح في الهرب، وفي كل مرة بيهرب بنفس الطريقة بدون ما يفكر حتى في طريقة تانية. أنا خلاص أبغى دي الطريقة، ما في طريقة غيرها، ألف باء بس، ما في أي حاجة بينهم. فهرب أول مرة في سنة 2000 واستغل وقتها القسم الرياضي اللي بيكون موجود في أغلب السجون الأوروبية. القسم هذا بيكون يا على السطح أو في ساحة السجن، وبتكون دائما مخصصة لكل المساجين إنهم يدخلوها في أوقات معينة عشان الرياضة ويتشمسوا ومن يعرفه. في يوم من الأيام هبط على رأس السجن هليكوبتر، وفي نفس الوقت اللي كان فيه باسكال في القسم الرياضي فوق السطوح، وطلع في الأساس هو متفق مع صاحبه برا السجن، وفي نفس الوقت صاحبه هذا سارق الهليكوبتر وجاء هبط فيها على رأس السجن عشان يشيل صاحبه باسكال ويهرب بطريقة مجنونة وسريعة في نفس الوقت. واللي ساعدوا كمان أصحابه اللي كانوا معاه في السجن ورفعوه على الجدار عشان يقدر يوصل الهليكوبتر، واللي في الهليكوبتر أصحابه سحبوه بالحبل وطلعوا الهليكوبتر. وفعلا هبطت الهليكوبتر فوق سطح السجن، شالت باسكال وطارت من فوق سطح السجن، وطار معها باسكال عيني عينك. لكن مسكت الشرطة بعد فترة ورجعوه لنفس السجن مرة ثانية، وزادوا حكم على حكمه. وهو كان محكوم بثلاثين سنة، زادوا عليه بسبع سنوات زيادة، صار محكوم عليه بسبعة وثلاثين سنة سجن. يا عمي إذا هو ثلاثين سنة وما قبل فيها وهرب، زدتوه صارت 37، هيقبل فيها مثلا؟ رجعوه مرة ثانية السجن.
هو رجع هرب مرة ثانية في 2003، لكن المرة هذه ما هرب فاضي، أخذ معاه 3 من المساجين. طيب اخترعوا طريقة جديدة، حفروا نفق، نطوا من فوق السور، لا بنفس الطريقة طلعوا فوق السطوح في القسم الرياضي وجت هليكوبتر وشالتهم 4 مدري 3 وراحوا طاروا مرة ثانية. هرب في 2003، رجعوا قبضوا عليه في 2007 قريب من برشلونة في أسبانيا، وسجنوه في سجن ثاني في جنوب فرنسا. طبعا رجع وهرب برضو هذه المرة وبنفس الطريقة، أكثر سجين عصامي شفته في حياتي، بنفس الطريقة يهرب 3 مرات ومن سجون محصنة وبهليكوبتر. يعني الهليكوبتر هذه لما تيجي أصلا صوتها دوي في السماء، يعني صوتها واضح إنه في هليكوبتر جاية تهبط فوق السجن. طب فين الحراسة؟ فين الناس اللي جوا مسؤولين إداريين؟ يهو وتهبط فوق السجن ويركب فيها باسكال ومع أصحابه ويطلع من السجن ويهرب من السجن، والحرس اللي في السجن كلهم نايمين شكلهم. يا أخي المشكلة ما تدري فين، الغلط من المسؤولين في السجن اللي ما حفظوا طريقة هروبه، إنه هذا المخلوق ذا بيهرب كل مرة بنفس الطريقة، ولا هو ذكي لدرجة إنه ما حد يتوقع هروبه 3 مرات بنفس الطريقة ومن نفس الشيء مرتين ومن سجن ثالث بنفس الطريقة، أو هم شكلهم حبوا اللعبة من الطفش، يقول لك يا عم إحنا طفشانين في سجن نقول نحرس نحرس نحرس، خلاص طفشنا خليه يهرب وإحنا نجيبه، هو يهرب وإحنا نجيبه، نلعب عسكري حرامي. وبعدها نجي لأغرب هروب كمان ممكن تسمعه أو ممكن تعرفه، تعتبر الأبسط والأذكى في نفس الوقت. في سنة 1995 كان في 3 مسجونين في سجن باركهورس في جزيرة وايت البريطانية، وكانوا وقتها بيشتغلوا في ورشة للحديد في السجن، يعني مسجونين بيأدوا عمل جوة السجن، بيشتغلوا في ورشة حديد جوة السجن، فقرروا أنهم يهربوا لكن بطريقة من صنع يدهم، يعني بعرق جبينهم بيهربوا، ما بيهربوا بلوشي. وبعد تخطيط قدروا انهم يصنعوا سلم من الحديد عشان يستخدموه ويتسلقوا فيه سور السجن، وعشان تكون طريقة الهروب سهلة وسلسة وما عليهم اي مخاطر. وكمان سووا نسخة من مفتاح واحد من الحراس اللي يفتح كل ابواب السجن، سووا نسخة من هذا المفتاح، لكن صدمة ايش هي؟ صدمة هنا انه ما احتاجوا ابدا انهم يسرقوا هذا المفتاح، واحد منهم قدر انه يحفظ شكل المفتاح بالتمام بمجرد ما شافه مرة واحدة بس، يعني بس شافه مرة واحدة سواله سكان. ومو كذا وبس، صنعوا كمان مسدس مزيف عشان يحموا فيه نفسهم اذا طلع لهم اي واحد من الحراس قدامهم معاه مسلح ولا شيء، يقول لك اه ترى معانا مسدس انتبه لنفسك، فيصير فيه مساواه. بعد ما خلصوا من فتره التمارين الرياضيه استنوا بعد ما انشغل الحراس عنهم، قاموا فتحوا الباب الخلفي بالمفتاح اللي معاهم اللي هم صنعوه، وبعدها طلعوا السلم وهربوا. طيب دحين دقيقة، السلم هذا مو ارتفاعه طويل على يكفيهم انهم يطلعوا البرج او يطلعوا سور السجن؟ اقل شيء 15 متر 10 متر، ما حد شاف السلم من الحراس؟ ادارة السجن كلها ما شافت السلم واقف على السور؟ المهم بعد الاحتراف هذا كله اللي سووه اتمسكوا بعد 4 ايام فكوخ، يعني تيتي تيتي زي ما رحت زي ما جيتي. بعدها صاروا ضباط السجن يا واد مفجوعين من هذول الثلاثة في طريقة تصميم المفتاح بنظرة واحدة ونسخة طبق الأصل من مفتاحهم، وكيف قدروا أنهم يسووا السلم بارتفاع شاهق ويحطوه على السور وما حد انتبه لهم، وكيف قدروا أن يصنعوا السلم جوة الورشة لجوة السجن وما حد انتبه لهم، يعني صراحة 3 أذكياء أذكياء. ونجي بعدها لفترة الحرب الأهلية الأمريكية، حولت الحكومة الكونفدرالية مستودع في ريتشموند لسجن انعرف باسم سجن ليبي، وما عدت فترة طويلة إلا سجنوا فيه 1200 شخص من ضباط الاتحاد، وكل الضباط اللي كانوا مسجونين قضوا مدة سجنهم وهم بيخططوا كيف يهربوا من هذا السجن. لكن بين كل محاولات الهروب اللي صارت كانت محاولة العقيد توماس روز هي الوحيدة اللي نجحت، لدرجة حتى الكونفدراليين اللي كانوا حابسينهم عجبتهم طريقة الهرب اللي سواها، طريقة عبقرية جدا من كثر دقتها بشكل كبير، يعني اشتغل عليها ما خلى ولا غلطة واحدة. ايش سوى هذا الضابط؟ هو السجناء اللي معاه في الزنزانة حفروا حفرة من مدخنة السجن لما وصلوا لقطعة أرض فاضية جنبهم، وصلوا بعد الحظيرة كانت بعيدة عن السجن بمسافة 50 قدم، من كثر ما كان توماس واثق انه ما راح يتمسك رجع للسجن بعد ما هرب، يعني توماس هذا حفر النفق هذا وحفر كل شيء وهرب وما حد اكتشفه، رجع فكر قال ابوي خليني ارجع من النفق مره ثانيه وهرب معايا كم واحد من اصحابي. والله فعلا توماس رجع مرتين للسجن وهرب معاه 15 شخص من السجناء وخرجهم من نفس النفق ووصلهم الى شوارع ريتشموند وما حد قفطهم ولا حد انتبه، 16 واحد هربوا، توماس هرب ومعاه 15، يعني توماس هرب ورجع مره ثانيه قال لا يا عمي خليني افزل اصحابي وشال 15 من اصحابه. توقع هنا وقف الموضوع، لا يا حبيبي. بعدها باقي السجناء تحمسوا اكثر عشان يهرب من نفس الطريقه بدون ما يدري اي احد عنهم، وقدر 93 سجين انهم يهربوا من هذا النفق بدون ما حد يعرف عنهم اي حاجه. وبعد فتره كمان قدروا 59 سجين انهم يهربوا بنفس الطريقه، يعني انتوا كيف يا ابوي اذا هرب واحد ولا اثنين من سجن السجن كله يقوم رجع على رجل واحده ويتلا لاحظ انه في احد هرب، كيف انتوا ذل الاعداد كلها هربت انتوا ما لاحظتوا؟ يعني في البدايه هرب لحاله، بعد كده رجع وهرب 15، بعد كده هربوا 93 سجين من النفق وما حدا انتبه لهم، وبعد فتره هربوا 59 سجين. يهو. لكن بعد محاولات الهروب هذه كلها قدروا يقبضوا على 48 شخص، والينا اليوم تعتبر اكبر عمليه هروب
حصلت في التاريخ. والله ما لوم، انا والله صراحه مصدوم كيف واحد يهرب من السجن بطريقه ذكيه ويرجع مره ثانيه ويهرب 15 من اخوياه وما حد انتبه لهم وعايشين حياته مفله وخلاص انتهى الموضوع. وبعدها هربوا 93 وبعدها هربوا 59 شنو سجن البيض اللي ما حد منتبه له وشكلهم الحراس هم اصلا نفسهم مساجين. ابو شكلك انت وياه كده. انت مرجتنا لا تنسى اللايك والاشتراك وفعل جرس التنبيهات، واهم شيء توصل هذا المقطع لاكثر من 35 مين 50 ألف لايك. وصلي على الحبيب قلبك طيب وفواني الله ومع السلامه.